بالشكر الجزيل وله ولهم شرف كبير ان تواجد ايضا في هذا المحفل المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك. وانا امامي هذه الكوكبه من العلماء والخبراء وكذلك من الناس الاجاويد في مساله نلتقي هي نزداد علما ونزداد ثقافه ونفتح في افاقنا وفي اذهاننا نافذه علميه جديده وخصوصا ما يخص ما يواجهنا كبلدنا العراق ما يخص التغيرات المناخيه. كيف سوف تؤثر السدود التركية وفي وقتها كانت عبارة عن مخططات على ورق لم تكن بادية عملية الإنشاء لهذه السدود وكيف سوف تؤثر على الوارد المائي وبالتالي طبيعة الحياة والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي وكيف سوف تؤثر على الحالة الاقتصادية وعلى الحالة الدنيوية والديموغرافية والاجتماعية إلى البلد ولكن مع الأسف لم نلقى آثار اقتصادية في ذات الوقت واستمر الحال في 2004 أنا أيضا أثرت الموضوع أمام السادة المسؤولين أيضا لم ألقى آثار اقتصادية هذا الخصوص لكن استمرت في الدفع بهذا الموضوع أنه يجب أن نواجه آثار التغيرات المناخية بطرق ما نضع المورد المائي مالتنا حبيس خارج البلد يعني حبيس سياسات خارج البلد إلى أن يعني جدد نظري في يوم من الايام في احد الصحف التركيه صحيفه سلمانيات بلغه تركيا معناها الشعب عفوا جمهوريه اسف عندهم جمهوريه مليات مقال في الكولوم يعني في العمود في الصفحه الاولى ما معناه ترجمته انه كاتب المقال هو اسمه يعني مو اسم حقيقي كاتب انه احنا يجب ان نجعل من تركيا في سنه 2050 ثقلها في المنطقه الاقليميه ثقل الصين وهذا يتم عن طريق الاقتصاد واقتصادنا يعتمد كصناعه وزراعه وتصدير ومشاريع المي ولذلك يجب ان نتحكم في المورد المائي هذا الكلام اللي تكلمنا عنه سنه 2007 ويقولون طبعا عن شريط على الكرام تبين انه كاتب المقال هو اردوغان لانه ملف الماء في تركيا بيد رئيس الجمهوريه لما له من اهميه في دعم الاقتصاد والان تشوفون تركيا لها اذرع في المنطقه كاذرع يعني امتدادات قد تكون في افريقيا في امريكا الجنوبيه في الارجنتين وتشيلي في الشمال في المغرب اقصد في ليبيا في بنغازي خصوصا في سوريا وفي شمال العراق وعندها امتدادات الان بدات في افريقيا. هذه الامتدادات الجيوسياسيه يجب ان تستند على حاضنه وطنيه هي اقتصاد وصناعه وزراعه وذني كلها مقومات المياه. فبعدين كشف انه كاتب المقال هو اردوغان فيقول انه احنا 2050 طول العمر ان شاء الله يكون للجميع يجب أن تكون ثقل تركيا في التقريب الجغرافي يوازي ثقل الصين فبدأوا يعملون على الوحدة استراتيجية المهم نرجع إلى موضوعنا العراق أساتذة الأفاضل ليس كلام وإنما كلام خبراء وأنا عملت في هذا الموضوع أكثر من 22 سنة أنا أستاذ في الجامعة من سنة 1988 تقريبا وصلت 30 سنة
العراق يعتبر الآن من أكثر الدول هشاشة وليس خامس دولة، كنا خامس دولة يمكن الخمسة التقنية يعرفون هذا الشيء. لا الآن إحنا تقدمنا صرنا أكثر، يعني مرتبتنا صارت أعلى مو أحسن، نحو الأسوأ مع الأسف. الآن صرنا ثالث دولة بالهشاشة المناخية في مواجهة آثار التغير المناخي. هذه الهشاشة سببها، وأنا أذكرها دائما حتى بالإعلام المستضيفون، سببها ضعف البنية التحتية البيئية، بنانا التحتية البيئية ضعيفة، ما تستطيع أن تصمد أمام المتغيرات، هي عبارة عن جبهة. هذه الجبهة كل من يتعرض لها بيكون بمختلف المستويات، ومو بس كل العالم، ولكن تأثيراتها على دول العالم متفاوتة ومتباينة. ليش؟ لأن كل دول، عفوا مو كل، أغلب دول العالم تمتلك بنى تحتية، أو أنا أسميها في أدبيات النكت حوائط الصد، تمتلك حوائط صد تقلل من هذه الآثار. مثل ما أنت شخص دخل إلى معركة، فيجب أن تجهز بمقومات الانتصار في المعركة. مقومات الانتصار قد تكون تغطي السلاح، تغطي مقومات الحياة اليومية، مية، أكل، يلبس درع، يلبس كذا. فليس دخل في معركة وما تغطي مقومات، وتطلب من الانتصار ما تغطي مقومات الانتصار. فيجب أن نعمل الآن، أو تأخرنا بالعمل حقيقة، على أن نبني حوائط الصد. أنا سميت الكلايمت بارير تسميتها، حوائط الصد البيئية أو المناخية، حتى تقلل هذه الآثار. شلون تقلل هذه الآثار؟ أنا تسمعني فقط أبدي ديباجة دقيقتين حتى أبدي إلى المحاضرة. هذه الآثار بينت حقيقة على كل مستوى، أنا محذر منها من 2006، عفوا 2004 آسف جدا. كنت في محاضرة في محافظة هو سيد المحافظ وسالم مسؤولي في وقتها، وايضا ما يعني ما عرف اهميه الكلام اللي حكيته. المهم ما يرجع يعني دفاتر قديمه. هذه الاثار شو بينت؟ بينت الان انا عندي احصاء في مدى 25 سنه طول فتره الصيف. فتره الصيف ازدادت، اقصد عدد ايام الصيف. وقد تسالني الدكتور شنو تعريفك له؟ التعريف لفتره الصيف او اليوم الصيفي هو اليوم اللي تحتاج فيه الى وسائل تهوية غير طبيعية، يعني تفتح بركة، تفتح مبردة، تفتح سبلة، هذا يعتبر يوم صيفي. وأيضا قل عندنا يوم، قلت عندنا فترة الشتاء أو فصل الشتاء. تعريفنا لنا شنو؟ هو اليوم اللي تحتاج فيه حتى تكون مرتاح، إنه ما تفتح وسيلة تدفئة غير تقليدية، فتح صوبة نفطية، صوبة زيتية، صوبة غازية، هذا. بالإحصائيات فترة الصيف عندنا طالت، ازدادت عدد أيام الصيف، وتقريبا من 2017 إلى حد الآن فترة الصيف عندنا تزيد من مقدار 8 إلى 11 يوم، بمعنى لندخل على الشتاء، ويقابلها تناقص في فترات في فصل الشتاء عفوا بمقدار 3 إلى 5 أيام. بحساباتي إن شاء الله أطلع غلطان، 2027 ما راح يكون عندنا شتاء إذا استمرينا على عدم بناء حوائط الصد بالتغرب. 2027 مباشرة نطلع من خريف إلى صيف، لأن هذا التناقص المستمر 3 إلى 5 أيام اللي ما يواجه علاجات، مثل واحد مريض ما تعطي علاج، المرض يتدهور عنده، الله يبعد الجميع إن شاء الله، فبالتالي يتدهور. نفس الشيء البيئة هكذا، إذا ما تجد لها علاجات ناجعة مبنية على أسس هندسية صحيحة راح نشهد هذا التغير. هذا الشيء شو راح يمثل؟ راح يمثل ضربة للقطاع الزراعي، اكو ناس او اخواننا الفلاحين يزرعون في مواسم محددة، مواسم صيفية محددة او مواسم، انا رجل فلاح ما افتهم بالموضوع هذا ولكنه اعرف هذا الشيء. يزرعون في مواسم شتوية محددة، في محاصيل محددة، اذا انفقد العامل المناخي لزراعة محصول ما معناه فقدنا واثرنا على هذا المزارع، معنا هذا المزارع اوف شغله ويمكن ان شاء الله جديده يعني راح يجي يعني